أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا إمام الورى، السلام عليك أيها العروة الوثقى، السلام عليك يا حبل الله المتين، السلام عليك يا نوره المبين، السلام عليك أيها الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعي إلى الله بالحق. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.